شهد الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لإحدى التشكيلات المدرعة بالمنطقة المركزية العسكرية بعد إعادة تسليحها وفقا لأحدث النظم القتالية. سؤال تاني سأل كويس إن إحنا بنتكلم، يعني بيقولوا طب يعني أنتم هتعملوا إيه يعني؟ وأنا عايز أقول لكل المصريين دي مرحلة من مراحل الثورة، ولازم توجدوا صيغة للتفاهم، صيغة للتفاهم فيما بينكم. وقلت هناك الجيش ده نار، الجيش ايه؟ نار، لا تلعبوا بيه ولا تلعبوا معاه، لازم نوجد صيغة للتفاهم فيما بيننا. البديل خيارات في منتهى الخطورة، ويمكن كتير مننا مع كل التقدير والاحترام، مع كل التقدير والاحترام للآراء والحالة الفهم اللي موجودة، الجيش لو نزل الشارع خلاص خلاص، اللي انتوا شايفينه ده جزء قد كده من جيش مصر، قد كده بالظبط من جيش مصر. ايه رايك يا عباس في اللي اتقال النهارده؟ الصراحه سيادتك انا عندي تخوف ان بعض العبارات قد تستقبل على غير المقصود، وان الناس تتصور ان الجيش تخلى عنها حتى ولو نزلت بالملايين، وفي نفس الوقت ان الاخوان يفتكروا ان ده ضوء اخضر ليهم عشان يعملوا اللي هم عايزينه. لا طبعا، احنا مع إرادة الشعب قلبا وقالبا. اطلب لي مكتب السيد الرئيس. انا بس كل اللي عايزه منهم انهم ما يستعجلوش، خلينا نفضل نحاول. طب اتفضل انت عباس. انا اذن سيادتك. فخامة الرئيس، اخبار حضرتك ايه؟ يا رب دايما يا فندم. اكيد حضرتك عرفت بلقاء النهارده السياسيين والمفكرين ورجال الاعلام والفنانين. اه بالظبط كده يا فندم، اهو بعد كلامي ده حضرتك عندك فرصه لمبادره حقيقيه. انا دفعت الثمن من كلامي يا فندم، والثمن ده انا دفعته لاني خايف على البلد من بكره. أنا هيئت لحضرتك الأجواء علشان تطرح المبادرة، بعد كده محدش هيقول إنها جت تحت تأثير ضغط لا من القوى السياسية ولا من القوات المسلحة. تمام يا فندم. لا لا، تحت أمر حضرتك. اتفضل يا فندم، اتفضل. مبادرة دي اللي عايز تعملها دلوقتي يا دكتور؟ ده ما ينفعش بعد اذن سيادتك الكلام ده خالص. اي حاجة هتتعمل دلوقتي هتبقى تحت ضغط وهتطمع المعارضة فينا. طب سيادتك عرفت ان هو قال لهم ما تستعجلوش؟ اه عرفت عرفت، راجل يعني كتر خيره وعايز المعارضة تطول بالها علينا شوية. كتر خيره، انا قلت من الاول، انا قلت الراجل ده انا مش مستريح. خير ان شاء الله، خير.